رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا الاعزاء ولسه مكملين مع حضراتكم. وزي ما كنت بقول لكم كده في المقدمه، احنا النهارده هنتكلم عن التغذيه. الحقيقه الفتره اللي فاتت دي ناس كتير قوي بقت بتستخدم البالونه. ايه هي البالونه؟ بتعمل ايه؟ هل زي ما كنا بنسمع ان هي بتخلي الواحد يخس على طول؟ هل في حاجات تكنولوجيا جديده حصلت؟ هل في ناس تقدر انها تستخدم البالونه وفي ناس لا؟ هو ده اللي هنتكلم عليه النهارده مع اللي انا قلته برده في المقدمه عن تغذيه رمضان. خلوني الاول ارحب بدكتوري اللي مشرفني النهارده في الاستوديو، دكتور اشرف قوره، استشاري التغذيه وعلاج السمنه وتناسق القوام. عجبتني قوي دكتور تناسق القوام دي. اهلا وسهلا، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه يا دكتور؟ تمام الحمد لله. انا بس في الاول احب افكر مشاهدينا لو في اي اتصالات او في اي سؤال للدكتور يا ريت تتصلوا بينا على الارقام اللي موجوده على الشاشه او تبعتوا لنا على رقم الاس ام اس. دكتور البالونه يا دكتور بنسمع عنها كتير قوي الفتره اللي فاتت، لكن الواحد مش عارف هل هي تنفع لكل الناس ولا لا، وهل في حاجات لازم تتعمل قبليها وما ينفعش ان البني ادم مثلا يعتمد عليها بس؟ احكي لنا بقى من الاول للاخر عن البالونه يا دكتور. طيب هو البالونه بتاعت المعده دي الحقيقه زي ما حضرتك قلتي كده هي وسيله من الوسائل الغير جراحيه اللي بتستخدم عاده للحالات اللي مطلوب منها ان هي تنزل في الميزان. في بعض الناس بيبقى الخطة العلاجية بتاعتهم بنتكلم مثلا في عدد كيلوغرامات محدود شوية 10-15 كيلو، في ناس بيبقوا محتاجين ينزلوا أكتر من كده، ممكن نوصل ل 30 و40 و50 و60 كيلو كمان. يمكن الميزة الأولانية في الموضوع إن هي معامل الأمان بتاعها يكاد يوصل تقريبا ل 100%، وبالتالي هي من الحاجات اللي تصلح لتقريبا معظم الفئات العمرية سواء كان سيدات أو رجالة، من فوق سن 12 سنة، ناس كبار في السن قوي، في بعض الناس ما بيبقاش عندها القدرة ان هي تبقى ماشية على او تتابع اسلوب غذائي معين. فالوسيلة المساعدة اللي هي بالونة المعدة دي من الحاجات اللي هي بتخليكي تبقي قادرة ازاي تقدري تعملي كنترول قوي على شهيتك الفترة الزمنية المطلوبة علشان توصلي للتارجت لانقاص الوزن. حلو قوي النقطة دي، فترة زمنية مطلوبة، بمعنى اصح ان البالونة ما بتفضلش الى الابد جوه المعدة. بالظبط، احنا بنتكلم على وسيلة مساعدة مدتها 6 شهور، في بعض الانواع الحديثة دلوقتي بقينا نتكلم في 9 شهور، وده اعتقد الماكسيمم اللي موجود لحد النهارده. في خلال ال6 شهور الفترة الزمنية دي بيبقى الحالة بيبقى ليها خطة غذائية معينة بتبقى ماشي عليها بشكل دقيق لحد ما نوصل عند الوزن المثالي، وبالتالي احنا ابتدينا دلوقتي نعمل حاجة اسمها تثبيت الوزن في النهاية وبنشيل البالونة في 6 شهور. الناس بس بتعتقد زي ما حضرتك قلتي برضو ان هي حاجة مبهمة، هي حاجة بسيطة جدا، فكرتها ببساطة ان هي كيس مطاطي صغير قد علتين صباع بيركب عن طريق الفم في 3 ل5 دقايق وقت، يمكن ما فيش استخدام لبنج الحقيقه اثناء تركيب البالونه، بيبقى سبراي كده في الحنجره زي البنج الموضوعي بتاع دكاتره الاسنان. بعد ما البالونه تبقى داخل المعده بتملأ محلول ملحي معقم علشان تبقى جسم مالئ داخل المعده. بيعمل ايه الجسم المالئ ده؟ بيخلينا نحس ان احنا عندنا احساس بالفولنس باستمرار، انا حاسس ان انا ممتلئ وشبعان كاني لسه قايم على وجبه غدا دسمه. فمش عايز افكر في الاكل، مش قادر افكر في الاكل. وهنا بتيجي الحته النفسيه في الموضوع، ان هو مع الوقت والتمرين بيحصل انه البني ادم بيبقى دايما عنده القدره ان هو يقبل نفسيا انه الساعه الاستيعابيه بتاعت معدته اتغيرت عن ما هو كان متعود. حلو قوي، احنا يمكن ممكن نشوف مع مشاهدين دلوقتي فيديو عن البالونه. يا ريت. ادخال البالونه جوه الجسم او جوه المعده. تمام. شوف يا ريت يا اسامه الفيديو عشان المشاهدين يبقى اكتر شايفين الموضوع عملي اكتر. احنا شايفينه هو يا دكتور ده بالظبط اللي جوه المعده، ده بالظبط الفيديو بتاع ادخال البالونه. بس احنا ده الحقيقه الـ بعد 6 شهور دي لما البالونه بنيجي نشيل البالونه بتبقى عامله ازاي. دي لما بيتم اخراج البالونه لما بيتم اخراج البالونه من المعده. بس ادخال البالونه بيكون بنفس بنفس الطريقه كده بالظبط. ده الكيس المطاطي اللي كنت بحكي لحضرتك عليه بعد ما بيتم افراغه من المحتوى بتاعه من المحلول الملحي وبتخرج بره الفم تماما. ده بقى اللي هو اللي احنا عايزين نقوله في الاول المفروض اللي هو ده الاول، يعني ده الادخال، ادخال البالونه عن طريق المريء. اوكي. زي ما حضرتك شايفه هو الكيس الصغير قوي ده. وهنا بيحس العيان او خلينا نقول اللي عاوز يعمل يحط بالونه بالقيء مثلا ولا ما عندوش؟ لا خالص، ما فيش احساس بالقيء اثناء القيء. ما هو ده السبب اللي بيخلينا نستخدم البنج الموضعي. أوكي. قبل ما نشتغل
وده المحلول الملحي اللي بنبتدي نحقنه داخل الكيس المطاطي ده علشان يعمل امتلاء للبالونة. طب هو مفيش يعني الانزيمات بتاعة المعدة الحمضية العالية جدا ما بتتفاعلش مع البالونة وتحرقها مثلا او تاكلها؟ هو كل الابحاث يعني هو الفكرة في البالونة بتاعة المعدة ان هو اللايرز بتاعته مكونة من طبقات تقدر تتعامل مع الاحماض بتاعة المعدة بشكل كبير. مش بس كده يعني هو يمكن استخدام يعني حضرتك بتعيشي طبيعي انت بتاكلي كل حاجه وبتشربي كل حاجه بتعملي كل الاكتيفيتي بتاعتك بشكل عام بطريقه طبيعيه فما بيبقاش في عندنا خوف من الموضوع ده في اي حد. طب هل لو مثلا البني ادم عنده مشاكل صحيه خلينا نقول لو عنده مثلا كوليسترول بالعكس سكر ده للناس اللي احنا بنحبها حتى المشاكل الدايجستيف يعني حتى المشاكل اللي في مشاكل الدايجستيف انت عارفه اول حاجه بتكتب في الروشته بتاعت الناس دي كلها ايه لابد انه اتباع اكل خفيف واكل اللي هو اللي احنا بنقوله في الدايت بشكل عام فالحقيقه لما وهو بيبقى عارف ان ده صح بس مش قادر يتبع الصح ده فانت بتساعد. هي المساعده بتاعته اللي احنا بنقدر نعملها له ان هو كان مشكلته ان هو مش عارف يعمل الكنترول فبقى الكنترول موجود لان هو باستمرار بقى حاسس ان هو ممتلئ فالاشاره بتاعت امتى اجوع وامتى حسيت بالامتلاء بقت متنظمه اكتر حلوة. وبالتالي هو بقى قادر يعمل الكنترول ده بطريقه طبيعيه. الناس اللي عندها كوليسترول او ناس مرضى السكر مثلا بيبقى مشكلتهم الاولانيه ان هم يعرفوا يحددوا كميه الاكل علشان قصادها نقدر نحط لهم كميه الانسولين او كميه الادويه اللي هي بتعمل ضبط لمستوى السكر في الجسم. الكوليسترول الضغط العالي كل الناس دول يعني محتوى الاستيعاب من الـ من الـ من الدهون داخل الجسم زاد عن حد معين لدرجه ان الجسم بقى يخرج شويه دهون بتمشي في الدم اسمها كوليسترول بيحط شويه دهون على الكبد اسمها دهون الكبد وكل دي اللي هي المضاعفات بتاعت زياده الوزن. العكس صحيح بمجرد ما يبتدي الوزن يقل بتبتدي كل الانسجه اللي مش المكان المناسب لتجميع الدهون فيها تبتدي تطرد الدهون من اللي عليها. حلو بس احنا دلوقتي دكتور لو جه حد قال لك انا عاوز اخس مثلا بتقول له اعمل بالونه على طول ولا بتمشي معايا بنظام غذائي وتحاول تقنعه لان انا عارفه ان اي دكتور تغذيه او استشاري تغذيه لازم بيشتغل على المستوى النفسي اكتر من اي حاجه في الاول. فعلا. فهل بتدخل تقول له مثلا لا انت اعمل بالونه على طول ولا بتمشي معاه الاول بدايت وتقول له ده ينفع ده ما ينفعش الحاجات دي كلها ولما تحس انه فقد الامل تقول له اتفضل يعني بالونه هتبقى سبب من الاسباب الكويسه المساعده. بصي يا فندم هو طبعا يعني من المهام الرئيسيه للطبيب التغذيه ان هو بيحط الخطه العلاجيه زي ما حضرتك قلتي كده بالظبط لانه مش كل حد ينفع له اي حاجه. يعني عايز اقول لك انه من كتر ما الناس بتدور على حلول سهله فدلوقتي اول قاعده بتيجي في الكشف الاولاني اول حاجه يبتدي يفكر فيها عايز اعمل شفط دهون مثلا او عايز اعمل تحويل مسار للمعده وفي الاخر تتكلمي مع الحاله اللي بتطلب منك كده في الاخر هو بيتكلم في 10 كيلو مثلا لا يستدعي ابدا او لا يصنف من الناحيه الطبيه او من الناحيه العلميه البحته ان هو المفروض نستخدم معاه وسائل بالعنف ده. في الحاله دي ساعتها ضروري انه طبيب التغذيه يقنع الحاله بتاعته ان هو الانسب ليك حاجه ابسط من كده بكتير زي مثلا بالونه المعده او بدل ما نتكلم في حاجه زي شفط الدهون الموضعي لا انسب لحضرتك ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها جلسات تفتيت الدهون على المكان الصغير اللي ممكن يكون مضايقني انما مش لمجرد ان انا عايز اخلص وبدور على حل سهل وسريع فده بسببه ممكن اخد قرار ان انا ادخل اوضه عمليات مثلا رغم ان انا ممكن اعملها بوسيله غير جراحيه تماما لان ده حياه لان دي لايف ستايل دي نمط حياه النهارده لو انا عملت كده فانا برضو ما صلحتلوش الاساليب الغلط اللي هو بيعملها بالظبط برافو عليكي هو ده اللي احنا بنبقى عايزين نعمله لان الموضوع في الاول تمرين العقل الباطن ما بياخدش قرار ان هو يتغير في ثانيه هو لازم يتمرن على الاسلوب الصح علشان يبقى ده البديل للعادات السلبيه اللي كان ماشي عليها وبالتالي هو كده حافظ على اللي هو تعب فيه. النقطه الثانيه انه المجال الواسع لاستخدام بالونه المعده الحقيقه بيخلينا يعني احنا دايما ممكن نبتدي بالدايت في الاول بس كتير جدا بتقعدي مع ناس تحسي ان هو اصلا جاي هو محبط من قبل ما يبتدي يعني من كتر ما هو عدى بمحاولات كتير متكرره ومن كتر ما هو الدكاتره الثانيه بيقولوا له لازم تنزل كويس وبسرعه علشان قلبك تعبان او علشان مفصل الركبه عندك باظ او علشان بنوته صغيره عشان تحملي لان عندك تكيس في المبايض فلازم نسبه الدهون في جسمك تقل كويس ففي بعض الحالات الحقيقه بيبقى مهم بالنسبه لهم ان هم يلاقوا نتيجه
ودفعة قوية في البداية سريعة شوية علشان قصاد كده يقدر يتعب معايا بعد كده ويكمل لحد ما يوصل لنقطة النهاية، لأنه لو ما وصلش لنقطة النهاية فهو ما عملش حاجة وممكن يرجع كل حاجة تاني زي ما كان. دي نقطة بقى مهمة، بعد ما بيحس بالنتيجة بعد 6 شهور مثلا، بنقول في حاجات بتوصل لأكتر من كده أو مدة أكتر من كده، بيتحط على دايت، لان برضو كميه الـ الاكل اللي هو بياخدها مهمه قوي في ناحيه الكواليتي او ناحيه النوع الاكل، لان ممكن النهارده ياكل مثلا اكل بسيط بس شوكولاتات مثلا، ممكن ياكل حاجات جنك. انا مبسوط قوي من السؤال ده. لا عارفه ليه رنا؟ لانه بيحصل ان في ناس كتير من الناس اللي بتركب البالونه مثلا، فاحنا بنبقى متوقعين ان هم ينزلوا 30 او 40 كيلو وبعدين في الاخر نلاقي ان هم نزلوا 20 او 25 كيلو بس. طب ال 10 كيلو الباقيه دي ليه ما حصلتش في خلال الفتره الزمنيه المطلوبه للسبب اللي حضرتك قلتيه؟ لان الناس ما بتفهم الموضوع بطريقه مش سليمه تماما. انا مش عامل كل ده علشان في الاخر اقعد طول اليوم ما باكلش قصاد ان انا اكل حته شوكولاته مثلا او بوليت ايس كريم او لا، مش ده الهدف. احنا الهدف ان احنا لازم نخلص المرحله الاساسيه الاول، اوصل الاول للوزن المثالي بتاعي في اقصر وقت ممكن وباقل مجهود ممكن، وعشان كده احنا عاملين بالونه المعده عشان نشيل من عليك عبء الالتزام، عشان مش عايزين نتعبك لان انت اوريدي تعبتي كفايه قبل كده، وبعدين نبتدي نعيش الطريقة أو اللايف ستايل الصحي. خلاص أنا دلوقتي وصلت الوزن المثالي بتاعي، مش المفروض أتحرم، بالعكس المفروض أكل كل حاجة ربنا خلقها بدون حرمان تماما، بس يبقى في اتفاقات مع الدكتور بتاع التغذية بتاعي. أنا الكتالوج بتاعي اللي يخليني بعد كده دايما محافظ على أنا تعبت فيه أنه يوميا أكل 10 معالي رز مثلا، أو أكل 5 معالي مكرونة، أو نص رغيف مثلا في كل وجبة من الوجبات. لو زودت عن كده ضروري هيزيد وزني تاني أو هرجع أنتكس تاني بشكل أو بآخر حتى لو على مدة طويلة. فضلت محافظ على الكميات دي من غير ما احرم نفسي وتعاملت مع كل الانواع اللي ربنا خلقها بحريه، فده معناها ان انا هبقى مستمتع بس في نفس الوقت كمان مستمتع بصحتي اللي انا تعبت على شغل. ده اكيد. تعرف يا دكتور بستغرب ساعات من ايه؟ ان يقول لك طب ما هو نفس سعراته الحراريه، انا المفروض اخد 500 سعر حراري. طب ما انا بقول له طب ما حته الجاتوه حتتين جاتوه ممكن يبقوا 500 سعر حراري، وحبه مكرونه مع صدر فرخه برده 500 سعر حراري. انهي افيد لك اللي الجسم محتاجه عشان يعمل عمليه البناء بتاعته؟ المكرونه والفراخ. بالزبط. فالناس بتستخدم نوعيه الاكل الغلط. ده صحيح. حتى لو في كميه معده صغيره جدا. ده صحيح. يعني شوفي، في بعض الناس بالدراسه لقينا ان الحجم بتاع المعده بتاعهم ممكن يوصل ل 3 لتر مكعب، يعني 3 لتر. تخيلي ان انت كيس ممكن تمليه 3 لتر. ده ممكن يكون كله مليان بالاكل. صح. فرضا بقى ان الاكل ده كله كان غلط، ان الاكل ده كله كان الشوكولاته او الايس كريم اللي هو ما بيعرفش يعمل كنترول على نفسه فيه، فتخيلي الكارثه اللي هتحصل بعدها شكلها ازاي. الفكره انه احنا لما بنطلب الكلام ده من حد احنا بنطلبه علشان يبقى فاهم ان هو، يعني هضرب لها الحريق بمثل مختلف شويه، مش بتشوفي اليومين دول ناس كتير وزنها زايد قوي قوي وتلاحظي تستغربي ان هي يقول لك انا عندي انيميا؟ ما بتاكلش. طب ازاي عندك انيميا وانت وزنك 120 او 130 كيلو مثلا؟ ده معناه ان كل حاجه بتدخل جسمها فهي بتتاخد غلط. زي ما حضرتك قلتي بالظبط، انا لو هعيش على 1500 سعر حراري في اليوم، مهم جدا ان ال 1500 سعر حراري دول يكونوا متنظمين من حصص غذائيه متوازنه. انما لو خدت كل ال 1500 سعر من الشوكولاته والايس كريم او السكر المصنع بشكل عام، فده معناها ان انا التطور الصحي عندي هيكون سلبي، وبالتالي كمان حتى لو ده خلاني انزل، وده مش هيكون صح، لو خلاني انزل 2 3 كيلو هيحصل بعد كده ثبات عنيف في الميزان، مش هيستجيب الميزان ويكمل نزول لحد ما يوصل للوزن المثالي. احنا مش هدفنا بس مجرد ان انا ابتدي دايت، لانه زي ما حضرتك عارفه كل الشعب المصري بياخد قرار الصبح كل يوم ان هو يبتدي الرجيم. صح. بس مفيش حد بيكمل. مش بيكمل ليه؟ لان هو ما بيبقاش ماشي بخطه، ما بيبقاش فاهم المفروض هيعمل ايه في الاول وينتظر منها نتيجه قد ايه، ويعمل ايه في تاني خطوه وينتظر منها نتيجه قد ايه. احنا اللي بيخلينا نوصل لنقطه النهايه وننجح فعلا ان انا ببقى شايف ان تعبي مجدي، انما لو تعبت قوي وفي الاخر ما لقيتش ان ده بيحسنني لا صحيا ولا حتى في الميزان بتاعي بينزل بشكل مظبوط، فده على طول هاحبط واوقف كل اللي انا كنت ماشي بيه. لما البالونه بتتشال وحجم المعده بيرجع زي ما هو، طبعا العقل بيكون ساعتها واعي انه خلاص انا مش محتاج كميه الاكل الكبيره قوي دي زي زمان. لكن ممكن انا مره اكون زعلانه، وانت عارف ان احنا شعب يحب ياكل قوي وهو زعلان. في ناس ما بتاكلش خالص بس 3/4 الناس بتاكل وهي زعلان. ابتديت ان انا اضغط على نفسي كلي 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 كلي، فده هيرجع تقريبا نفس الوزن اللي انا خسيته قبل كده ولا لا؟
اللي بيحصل انه في نهاية 6 شهور بعد ما نكون خلصنا اللي ورانا، اللي بيحصل انه الحجم المعدة يعني من رحمة ربنا بينا، يعني ان حجم المعدة ده كيس قابل للتمدد والانكماش على حسب ما احنا بنعوده، بيتأقلم بالظبط. ولقينا انه اقصر او يعني بشكل عام يعني معظم الناس بيحصل تأقلم للمعدة تقريبا بياخد من 2 أسابيع ل3 أسابيع. وبقول لحضرتك من رحمة ربنا ليه؟ علشان يبقى عندنا فرصة، لانه ما فيش بني ادم بيقدر يمشي بالألم والمسطرة بالملي. صح. حتى انا شخصيا يعني مستحيل، وانا والله لو حد قال لي بطلي شوكولاتة بس على بس بمقادير معينة. بس برافو عليكي، اديكي انتي قلتي اهو. هي الفكرة انه يعني النهاردة اتعزمنا يا ستي في مناسبة، في خارجين، في حاجة استثنائية، خلينا نحط تحت كلمة استثنائية دي خطين، وانا فلتت مني الامور شوية وزودت شوية في الكميات او حتى في الاصناف، فما فيش مشكلة مدام طالما انا هعرف اعمل ستوب سريع. انما الغلطة اللي كل الناس بتعملها انه بعد ما اكون تعبت كل 6 شهور دول وبقيت معدتي اصغر ب30% على الاقل في حجمها، وبعدين اغلط مرة، وبعدين اصمم ان انا اكمل، وبعدين اكمل تاني يوم، وبعدين الاسبوع يجيب الاسبوع اللي بعده، والشهر يجيب الشهر، فانا ده معناها ان انا بضحك على نفسي، وفي الاخر النهاية مش هتبقى مرضية لاي حد ابدا. الفكرة انه انا بعمل اعادة تأهيل للجهاز الهضمي، ثم إعادة تأهيل للعقل الباطن عن طريق استخدام بالونة المعدة لحد ما أوصل عند الوزن المثالي. الكدول الجميل اللي بيحصل في الآخر إن أنا لما بقف قدام المراية ده، وده فطرة ربنا فينا كده، إحنا لما بنبص في المراية نلاقي شكلنا اتغير بجد، ده بيخلينا نمسك في الحتة الحلوة اللي وصلنا لها قوي. طيب. كل ما انحاز عنها وأروح ناحية الوحش تاني أقلق وأتضايق وأخاف، وبسرعة أرجع أظبط نفسي. طيب. علشان كده حتى طبيب التغذية دايما في الفترة بتاعة التثبيت في الآخر في حالة يقول لها أنا مش عايز أشوفك تاني، أنت بقيتي زي الفل، وفي حالة يقول لها سنتين لمدة كل شهر أشوفك مرة على الأقل لحد لمدة سنتين، ما ينفعش تدافع، لأن بالظبط لأن أنت دايما عندك المشكلة أن أنت ممكن تنتكسي بسهولة. طبعا. فطالما هي بتتراقب بشكل مستمر هتفضل دايما حاطة في دماغها أن هي تفضل محافظة لحد ما يبقى دي العادة الطبيعية بتاعتها. بالأخص الستات يا دكتور، الستات والرجالة يعني الستات دي في النقطة دي عشان الأحاسيس بس بتبقى كتير. طب يا دكتور، بمناسبة العزومات والحاجات اللي احنا دايما بنروحها في رمضان بقى، طبعا رمضان بيدخل علينا، أنا للأسف بزعل قوي من ناس كتير تقول لك زي ما أنت قلت لي كده قبل كده إن أنا ما ينفعش أعمل دايت في رمضان، مع ان ده رمضان لو مشينا فيه زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا، وزي ما هو المفروض احنا ندخل رمضان كده نصفي جسمنا ونصفي عقلنا، ناس كتير فاكره انه ما ينفعش ان هم يخسوا. خلينا نتكلم الاول في الصيام، ازاي البني ادم يقدر يصوم عدل، وازاي ناهله قبل رمضان، ولو استغلنا رمضان بطريقه مظبوطه وبطريقه صحيه نقدر نطلع منه خاسين ازاي او منظفين جسمنا ازاي، خلينا نقولها بشكل احسن. طيب يعني خلينا نقول لكل الناس كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. فعلا احنا يعني بالعكس الحاجات اللي بتتقال دي هي خاطئه تماما. حضرتك يكفي انك تبقي فاهمه من قبل ما نبتدي، اهو لسه قدامنا فتره، احنا 16 ساعه من اليوم اوريدي انت مش هتتعمي نفسك عشان تعملي كنترول، هو اوريدي في عندنا صيام 16 ساعه، 8 ساعات اللي اتبقوا دول ان انا الم الكنترول اللي كنت بوزعه على طول اليوم من الصبح لبالليل لحد ما انام، واحطه بس في خلال ال6 ل8 ساعات اللي باقيين في اخر النهار، ده هيكون اسهل كتير بالمنطق حتى. اللي هو فتره الاكل خلال اللي هي فتره من المغرب للفجر يعني، ومعظمهم كمان بيبقى فيهم اكتيفيتي كتير وبتاع يعني طبعا. الناس بتتلهي، فالفتره اللي هعمل عليها كنترول فعلا قصير. دي نمره واحد. نمره اتنين، احنا الفكره الحقيقه انه رمضان فعلا علشان ما هواش حاجه طويله قوي، هم مجرد كلهم 4 أسابيع. انا عايز اقول لحضرتك انا شخصيا من الناس اللي دايما بيبقى عندنا لود، او يعني بلاقي عندنا في العياده شهر رمضان من الاشهر اللي هي الموسميه خلينا نقول، لانه فعلا هو بيبقى فرصه كبيره جدا جدا ان انا اقدر انزل في الميزان بطريقه كويسه وبمجهود اقل من بقيه السنه كلها. في روتين كده معين بيبقى موجود، كل الناس بتاكل في نفس الوقت، كل الناس بتفطر في نفس الوقت، كل الناس بتنزل الشغل في نفس الوقت، الروتين ده بيخلي الحياه تبقى اسهل حتى للناس اللي احنا بنطلب منها ان هي تعمل شويه مجهود عضلي او شويه رياضه بسيطه. تلاقي انه النوادي والجيم كل الناس بتروح النادي والجيم في نفس الوقت، وكل الناس بتلعب رياضه في نفس الوقت، وده الحقيقه نفسيا مشجع جدا. النقطه الثانيه موضوع الكنترول على الاكل. انا معاكي ان في عزومات وفي حاجات برضو موسميه ما بنشوفهاش غير في رمضان زي الخشاف وامر الدين والقطايف انما الحقيقه الـ 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 الفكره انه التقنين من استخدام الكلام ده مش هيكون ضار، بس
في نفس الوقت لو ما عملنالوش الحدود دي أثناء رمضان فده ممكن يخلينا نبقى مش مظبوطين، وبالتالي احنا بيبقى في عندنا سيستم سهل جدا نقدر نمشي عليه. الروتين ده بيخلينا نبقى سهلين. مدينا السيستم ده ممكن نوريه للمشاهدين دلوقتي. ياريت يعني ناخد فكرة عن طريقة التنظيم اللي بتحصل أثناء شهر رمضان، لأن هو احنا زي ما اتفقنا من المغرب للفجر ده فتره زمنيه محدوده جدا. احنا شايفينه مع بعض اهو على الهواء، يمكن مشاهدين تقريبا احنا يشوفوه دلوقتي. ممكن تشرحوا لنا دلوقتي يا دكتور اكتر هيبان دلوقتي؟ احنا عاده الوجبات بتاعتنا بتبقى مختصره، يمكن في وجبتين اساسيين زي ما احنا عارفين، وجبه الفطار والسحور. الفطار عاده زي ما كل الناس عارفه في جزء اولاني كده بيحصل اول ما المغرب يبدا، بان احنا بنكسر صيامنا على عصير او مثلا تمر او بلحات، ثلاث بلحات مع نص كوبايه حليب منزوع الدسم او بديل، وممكن يكون زبادي منزوع الدسم. وبعد كده مهم جدا ان يكون في شرب ميه كويس اول ما المغرب يبدا، ده علشان حاجتين زي ما حضرتك قلتي من شويه، لان ده من الحاجات الوسائل اللي بنغسل بيها الجسم، لان بيبقى فيه رواسب كتير حصلت بعد 16 ساعه صيام، وفي نفس الوقت بيجهز المعده فيسيولوجيا ان هي تستقبل الاكل من غير ما يحصل خضه او يحصل ارتباك في افراز الانزيمات الهاضمه. صدمه بالظبط. بعد كده لما نصلي بناخد حوالي 5-10 دقايق، وبعد كده الجزء الرئيسي. لما نصلي دي نقطة مهمة جدا، لأن طبعا احنا بندي فرصة للتمر ان هو يعني او السكر ان هو يرجع يمشي في المعدة بطريقة، يمشي في الدم بطريقة معينة. بالظبط. ما ندبش أكل مرة واحدة يا دكتور. بالظبط، برافو عليك. لأنه السكريات الأحادية أو السكريات البسيطة اللي موجودة في العصاير أو في العسل الأبيض أو في البلح حتى، دي بتاخد لحظات علشان توصل للجسم. بس اللي بيخليها توصل للجسم أسرع إن احنا نشرب معاها كمان مية أكتر. طبعا. وعلشان كده العصير مستحب او البلح، بس يكون معاه يا اما حليب او ميه كتير، ده هيفضل افضل كتير. طيب. احنا ممكن نرجع نوري المشاهدين تاني بعد اذنكم الدايت، عشان ايوه ونرجع تاني دلوقتي الدايت. الجزء الاساسي دلوقتي بقى من الدايت اللي هو ممكن يكون متنوع على مدار الاسبوع، يعني السبع ايام عندنا اختيارات مختلفه. خلينا نبتدي انه ده يمكن اللي كل الناس بتحبه، انه اليوم الاولاني يكون وجبه مفتوحه، يعني ليا كل الناس بتقول فيها هي يلا يا اول عزومه لازم سايكولوجيكال انت لازم تشتغل معاهم على الحته دي. بالظبط، علشان ما يحسش ان الموضوع ان اول الشهر هيبتدي بحرمان. في ايام تانية ممكن يكون الفطار بتاعنا فراخ مشويه او مسلوقه، ممكن نستخدم محشي ورق عنب او كرنب او اي نوع من انواع المحاشي، بس ما يكونش بحدود اكتر من 5-10 صوابع. يفضل طبعا لو هنستخدم معاه زيت زيتون او زيت ذره يكون افضل كتير. السلطه الخضراء او الخضار ده مهم. ممكن يوم تاني يكون مثلا نوع من انواع الخضار زي مثلا مسقعه، زي مثلا خضار ني في ني. اضافه عيش، دايما هتلاحظوا حضراتكم انه ما فيش وجبه ابدا يكون فيه مكتوب فيها عيش ومكرونه او عيش ورز او بطاطس ومكرونه، ده من الحاجات الخاطئه، لازم تكون حصه النشويات مره واحده فقط. في بعض الاوقات ممكن الفطار يكون كفته مشويه او قطعه لحمه ستيك مثلا مشويه مع سلطه مع عيش، ممكن نحط 5 معالق رز طبعا بدل العيش. التنويع في الوجبات على مدار الاسبوع ده هيكون مفيد جدا ان الناس ما تحسش ان هي زهقانه في رمضان. طبعا احنا دلوقتي هنقول السحور، بس ما فيش مانع انه قبل ما نتكلم على السحور ممكن نستخدم بتقنين جزء صغير من الحلويات بتاعت رمضان المعروف، خشاف او قمر الدين او مثلا لو نازل يتمرن قبليها حته بسبوسه صغيره او بيتمشى او تراويح يبقى حته بسبوسه صغنونه، بس لازم ضروري الكلام ده يكون مقنن، بمعنى ان هو ما ينفعش يكون يوميا، يعني خلينا نتفق ان هو بمعدل يوم او يوم لا، ده حاجه لطيفه جدا. في بعض الناس برضو بنقول لهم توجيه او نصيحه بسيطه، انه نوفر دايما السكريات بتاعت رمضان لما نكون عازمين حد او لما نكون معزومين، علشان الموضوع يكون واخد شويه شكل استثنائي، ما يبقاش هو يوميا لازم يكون دي حاجه رئيسيه بتتاخد مع اثناء رمضان. الوجبه بتاعت السحور برضو بنفتكر باستمرار لازم نشرب ميه كويس قوي. ممكن يكون السحور مثلا طبق فول صغير، ممكن يكون بيض مسلوق، ممكن ضروري طبعا علبه الزبادي بس تكون لايت، قطعة عيش سن أو عيش بلدي. ده عادة يمكن السحور اللي كل الناس بتبقى دايما مستحب بالنسبة لها. لو أنا مش جاي لي نفسي أكل، ممكن أبدل كل الكلام ده أو أحذف جزء منه وأنتظم بس على علبة الزبادي لايت مع عصاير مثلا وشرب المية كويس، وده هيكون مناسب جدا جدا. ده مهم جدا، ده بالنسبة للدايت. طب يا دكتور دلوقتي احنا قبل رمضان قدامنا فرصة
يعني الحمد لله انت مشرفنا النهارده، قدامنا فرصه ان احنا نبتدي ناهل نفسنا لرمضان. بالنسبه للناس اللي متعوده يعني الشوجر ادكشن او اللي عندهم ادمان للسكر بيبقى فيه مشكله، وده على فكره ناس ما بتلاحظش انها عندها ادمان للسكر، يعني الناس بتحب الحلويات الكتير او النشويات الكتير والمعجنات الكتير. عندنا الناس اللي بتشرب قهوه، الناس اللي بتشرب سجاير للاسف، الناس اللي هي متعوده على انها تصحى الصبح لازم ما تفوقش من غير ما تشرب مثلا شاي باللبن. تعمل ايه في الفتره اللي جايه دي عشان تبتدي تاهل نفسها واحده واحده لرمضان؟ يعني شوفي حضرتك، الفكره انه ما فيش اي حد بيقدر يعمل نظام مختلف مره واحده، لازم بنعدي مرحله انتقاليه. وعاده وهو ده اللي احنا كلنا بنحسه، يعني كل الناس اول يوم رمضان كل الناس تحس ان هي مصدعه، وكل الناس مش مقريفه شويه ولسه يعني دي مرحله انتقاليه بتاخد اول يومين ثلاثه من شهر رمضان. اللي احنا نقدر نعمله كتجهيز زي ما حضرتك قلتي، خصوصا للناس اللي مثلا عندها دايما الشكوى بتاعت اللهفه على السكريات، او الناس اللي هي متعوده تشرب كافيين كتير او المدخنين، الفكره هي مجرد ان احنا بنحاول على الاقل نبتدي بتقليل الكميات. نبتدي من دلوقتي نجهز نفسنا ان احنا دايما الحصه بتاعت شرب الميه بتاعنا تبقى عاليه جدا. البديل دايما بيكون ناجح، يعني مش لازم كل ما يكون عندي رغبه في اني اكل حاجه مسكره يكون هو الحل الوحيد ان انا اكل شوكولاته. العسل الابيض ده من الحاجات كتير جدا 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 بنستخدمها علشان نعالج بيها شهوه السكريات السلبيه اللي هي بتحصل بشكل متكرر وبدون لازمه. العصاير، فكره ترتيب الوجبات دي مهمه جدا قبل رمضان، لانه انت عارفه زي ما نسمع كتير انا يقول لك انا طول اليوم ما باكلش، وهي وجبه واحده رئيسيه وبتبقى دايما اخر النهار، دي بتبقى مشكله كبيره الحقيقه. طبعا ودي بتتخزن زي ما بتدخل زي ما بتتخزن في الجسم، ما اخدش كفايته طول اليوم. طبعا انا بحسس نفسي بالحرمان فتره طويله، وبعدين اروح واكل وجبه رئيسيه وعاده بنسبه كبيره بتبقى فيها نسبه دسم كميه كبيره، فطبعا ده بيخلي الجسم يخزن اكتر ما يحتاج. يدخلوا يناموا ودي اكبر مشكله ثانيه يا دكتور. وعلشان دي اخر وجبه في اليوم فبعديها بندخل ننام. الدنيا شويه بتبقى محتاجه زي ما بنقول من شويه ان هي مجرد نعمل تنظيم. يعني ما فيش حاجه اسمها ما يبقاش فيه افطار، ما فيش حاجه ما يبقاش فيها سناك في وسط اليوم. لازم يكون في عندنا فاصل زمني بين كل مره اكل فيها والثانيه على الاقل ساعتين لاربع ساعات. السيستم ده بيخلي غصب عننا جسمنا يحس انه بيبقى فيه تنظيم، وبالتالي حتى لو احنا داخلين على رمضان بعد كده هتلاقي سهل عليه ان هو يجدد السيستم ده بان هو مجرد يحط له الاوقات المختلفه بتاعت رمضان. حلو قوي موضوع الاوقات دي. انت عارف يا دكتور دايما بقول للناس ايه، حطوا لو انتم مش عارفين تحطوا مواعيد حطوا الارم على تليفونكم، منبه على تليفونكم يفكركم ان كل ثلاث ساعات لازم تاكلوا. ساعات ده بيفرق، وساعات لما بتحس ان في عامل لنفسك زي ورقه كده على الحيطه بتقعد تعلم عليها ان انت اكلت، ده بيدي زي ريورد او بيدي نتيجه حلوه للناس. هي فعلا الفكره في ان انت تفهم متهيألي جسمك على قد ما تقدر، تحس بجسمك وتحس امتى تقدر تاخد منه سكريات وامتى تقدر تديله سكريات. بس احنا مشكلتنا الاساسيه ان احنا بنفصل تفكيرنا عن جسمنا يا دكتور. بس الكلام ده مش هيستمر كمان كتير. يعني النصيحه اللي حضرتك قلتيها دي مهمه جدا، وهو لو الناس هتعملها مش هتعملها غير لمده مثلا اسبوع او حاجه، وبعد كده الساعه البيولوجيه بتاعت معدتك هتلاقيها هي اللي تشتغل. يعني انا لو عودت نفسي ان انا اخد السناك بتاعي الساعه 12 الظهر، فبعد اسبوع او اسبوعين ماكسيمم لوحدي الساعه 12 الظهر من غير ما حد يقول لي هلاقي نفسي بدور عليها، لانه ابتدى جسمي يبقى منظم في الامتصاص بتاع الطاقه عن طريق الاكل واخراجها في شكل طاقه على مدار اليوم في الشغل وفي الحياه العمليه وفي الحياه. الفكره انه لما طول اليوم ما بنبقاش عاملين كده، ده بيخلي جسمي يعتمد في انتاج الطاقه على المخزون القديم، فمره ورا الثانيه بيحس بالحرمان فبيقفل حتى المخزون، وبالتالي اللي بيحرق ساعتها في جسمنا هو ممكن يكون النسيج العضلي اكتر منه حتى النسيج الدهني. طبعا نتيجه انه ما فيش تنظيم لادخال الطاقه على مدار اليوم. يعني بكسر في عضلاتي من الاخر. بالزبط. لو الجسم ما عرفش ياخد البروتين بتاعه من الاكل هيروح على العضلات ويكسرها اللي احنا اصلا عاوزين نحافظ عليها عشان شكلنا وعشان صحتنا وعشان الهرمونات وعشان كل حاجه. بالظبط يا دكتور. وهو ده السبب اللي بيخلي في ناس كتير جدا حتى لو ما عندهاش مشكله من ان هي وزنها زايد، لما بتعيش بالحياه بالطريقه الغلط دي في التعامل مع الاكل تلاقي ان هم دايما عندهم مشكله انه
حتى جسمهم حاسين بالارتخاء، يعني العضلات نفسها بقت ضعيفة لدرجة ان هم عندهم شكوى من الترهل مش من زيادة الوزن. وفي الحالة دي هم ما بيبقوش عايزين يتعمل لهم حاجة اكتر من مجرد تنظيم، يعني هتبقى حضرتك محتاجة ان انت يبقى لك سيستم معين للتعامل مع الاكل. مدام احنا ما عندناش وزن زياده، ما فيش حرمان ولا حاجه، بس لازم يكون في سيستم باوقات مظبوطه، وفي نفس الوقت ايه اللي ممكن اعمله عشان افضل محافظ على التون بتاع عضلاتي. التون بتاع عضلاتي ده مش عايز حاجه فيه وجع قلب، يعني شويه تمشيه 30 40 دقيقه في اليوم ده ممكن يؤدي الغرض ويوصلنا اللي احنا عايزينه. او تمارين في البيت والله يا دكتور، او حتى في البيت لو صعب ان احنا نعملها بره البيت، بس الفكره ان يكون في واجب مش عايز اقول يومي يعني، بس على الاقل لو الحد الادنى 3 4 مرات في الاسبوع حاجه بسيطه جدا من النشاط الرياضي البسيط اللي بوصل لجسمي بيه مسج مختلفه انه الدوره الدمويه بتاعتي بقت اسرع وانشط من الروتين اللي انا كنت عايش بيه قبل كده باستمرار. وبالتالي يبتدي جسمي يحس ان في تنظيم لطريقه التعامل مع الطاقه في جسمي، فبالتالي حتى لو في كيلو او اتنين زادوا في وزني بسهوله من غير ما اقصد ان انا اعمل دايت ليهم على طول نزلوا واستجاب الجسم ورجع تاني للفسيولوجيه الطبيعيه بتاعته. نعم، حكمه ربنا علينا ان هو خلقنا بصوره متكامله، فهو دايما عاوز يوصل للحاله الصحيه دي، فبالعكس هيساعدنا ان هو يوصل للحته اللي هو هقول للامان اللي هو للجسم الصحي والسليم. دكتور انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك، ميرسي. وطبعا موضوع التغذيه ده يعني لسه كنت بقول لدكتور عمرو ان هو يعني موضوع النساء والتوليد مهم جدا، وموضوع التغذيه كمان مهم جدا جدا كمان في بلدنا في مجتمعاتنا، لان احنا زياده الوزن بتعود على المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وكل حاجه بالسلب مش بالايجاب. صحيح. فتنورنا ان شاء الله مره ثانيه. ربنا يخليك، ميرسي. انا ان شاء الله اكيد لازم. ومشاهدينا الاعزاء بشكركم جدا على وجودكم معنا النهارده، شرفتونا ونورتونا، ونشوفكم بكره في حلقه جديده من عسل ابيض. وباي باي.